السلام عليكم الاخوان وصباح الخير عليكم. وكما ديما ان شاء الله اليوم غادي يكون تقديم شفوي، ما غاديش يكون بالكتابه. اليوم ان شاء الله احنا غادي لسوق الطيور بفاس، اليوم الاحد 20 غشت لسنه 2023، اليوم ديمونش 20 اوت 2023. اول حاجه كنشكر الناس اللي هنئوني من جميع الدول ومن جميع المدن، هنئوني بمناسبة توصلي الكود داكتيفاسيون ديال القناة. الحمد لله القناة ولات رسمية. كنشكر الناس اللي هنئوني من بعيد واخا ما كنعرفهمش، كنشكرهم بزاف. شكرا بزاف لجبال الخوت، شكرا الناس اللي متبعيني في كوندونس، يعني خمسة ديال الدول الأوائل. شكرا الناس المغرب كاملين من طنجة للقويرة، وشكرا في البلد الثاني كي الجزائر. شكرا ناس الجزائر وخا وخا ديما، وشكرا لكم بزاف وتحيه لكم. والبلد الثالث كاين العراق، كنشكر ناس العراق بزاف حتى هما، شكرا لكم. البلد الرابع كاين فرنسا، فرنسا كنقول لكم ميرسي انفينيمون اي بيانفوني ا توس سور ماشين. ناس اسبانيا كنقول لكم كنشكركم بطريقه ديالكم، كومو اسباس bien bienvenidos a todos y mucho gracias y bienvenidos a todos a mi canal. ودابا الاخوان غادي ندخلوا ان شاء الله للسوق وغنشوفوا الاجواء ديال السوق، غنقول لكم كل حاجه ان شاء الله بالديتاي ديالها ان شاء الله. اسمعوا الاخوان، هو الاخ دريس راه صباح داير الزوان غير 18 درهم، وشو تبارك الله النقا والكاليتي. الزوان عند الاخ دريس في السوق غير 18 درهم ماشي 20 درهم الاخوان. الاخ دريس راه معروف بالمعاملة. حتى الميلونج ب 18، حتى الميلونج الاخوان راه ب 18. ديال اش هاد لا مارك هادي؟ هادي فانسي ولا؟ هانتوما الاخوان، هادي كيكي ولا فانسي؟ اه ها هو 18 درهم الاخوان حتى الميلونج. لبسنا شحال صبح الدايرة؟ لبسنا 12 درهم. لبسنا 12 درهم الاخوان. هادي ديالي اخويا دريس ياك؟ صباح الخير خويا محسن، صبحتي مزيان؟ العائلة بخير. شنو جبتي لنا خويا محسن اليوم؟ كما العادة. جبنا تكر الله زايد شي حاجة خلقنا. دابا أنت هو مالك الدود أخويا محسن. أييه. هادو واحد الصندوق ديال الدود. هادو ماشي هما اللي كان ذاك المرة شفتهم عندك ياك؟ أييه هما هادو خويا. أييه وجبنا دابا ديال كريكل. بلاتي دابا هادي جبتي لها البيض كريكل قرقتيها. سبحان الله العظيم. شوفوا الخوت هي الفريخات، شوفوا الخوت الاولى عفاس كي دايره. شوف ها هما جوج ديال ذكر الله قرقوا على جوج ديال الفراخ ديال الياباب البري، ها هما فقصوهم وكيوكلوهم. هذاك رباتو هي شكون؟ هذا وهي ربات له الاخوان. حتى هذاك الفرخ هذا راه رباتو. هادي تبارك الله جوج صلاحة. دابا كون فرقتها كان راه عندها البيضات، بيض فرخ. شو ما شاء الله. شوف شحال ديك ها انتم الاخوان. ها لا لا الساحلة ما شاء الله. شنو جبتي اخر هنا خويا؟ خويا هاد السجينات هادو، هادو شحال هادي؟ خويا هادي 2400. هادي 120 درهم. اييه وهادي 2600. هادي 130. هانتوما الاخوان واحد جوج سجنات، هادي 120 وهادي 130. وكما العاده كما القاعده كاين 10 درهم كاين 20 درهم. هادو 10 درهم. 10 درهم تندير هاد النخاله ديال الشعير باش ما يضيعليش على حسب الحراره ياك. على حساب الحراره. وهادي 20 درهم. هادوك 20 درهم. هادي الاخوان راه كبيره شويه 20 درهم. هادي عامرين. هادي ب 20 درهم الاخوان وهادوك 10 درهم. واخا خويا محسن عطينا الرقم ديالك. 06 25 59 20 93 اي حاجه اللي احتاجها ماشي واحد حتى شي حاجه يتصل بك ولا يجي عندك ياك البن سوده. مرحبا البن سوده ولا ما عرفش شي حاجه فين ما كان، فين ما كان يتصل بك وصافي. يتصل بيا نجي عنده فين ما كان. الله يحفظك. الله يسهل عليك اخويا. الله يسهل عليك اخويا. الله يحفظك العزيز.
صاحبي لاباس كداير داير ريجيم اييه شنو سميتك عبد الرحيم ها لا عبد الرحيم سميتك عبد الرحيم شنو هو نقادي تبارك الله عليك وهذا الكليب ديالك قول لك الكليب ديالي ها هو ديالك هذا كيحمي عليك هذا ها شنو دوز معايا دوز معايا شوف شوف فيا صاحبي دوز معايا في القناة يوسف ها قول له اه دوز معايا تشوف راسك في القناة قول له اه دير لنا باي باي دير لهم باي قول لهم قول لهم باي باي عليكم برافو عليك تبارك الله عليك الله يسخر اخويا نبيل الله يصلح الحبيب الله يسخر قول له زيد الحمار عبد الرحيم قول له عبد الرحيم السي يوسف صباحكم مبروك كي دايرين بالقدر بخير كي دايرين الصحه لاباس ديال الوليدات هانيين وفين هاد الغيوم لا ما جيتش الجمعه انا كنت مشغول شويه سي يوسف ديما الفوندات كما العاده ياك هذا شكل جديد هذا حاجه واعره هذا الاخوان شكل جديد عند خويا يوسف ثاني الوينات حنا الوينات دابا كاين هذا الالوان هذا حتى هو شكل جديد بان لي الوينات الله يعطيك الصحه خويا يوسف مرحبا هنا هذا ما شاء الله شوف صناعه مغربيه الاخوان صناعه مغربيه فاسيه حنا كنهتموا بالمنتوج ديالنا حنا نجيب لك واحد الشكل واحد اخر المنتوج ديال بلادنا المغرب ها هو هذا اللون زوين يا يوسف هذا ويوس شحال هادو كيبقاو كما العاده شوف شوف الاخوان شوفوا تبارك الله الابداع يا خويا يوسف مرحبا بغيت نقول لك اخويا بهذا المنبر بلاتي كنقول لك التحيه لواحد السيد من فرنسا راه متبعك واحد رشيد راه حسبنا للفوندات من هنايا راه توصل بهم ان شاء الله الحمد لله الله يسخر له راه عندهم المتبعين ديالك الله يسخر له شكرهم هذا المنبر وكنشكروك حتى حنا ناس القناه كنشكروك الاخ على التتبع ديالنا والمشاهدات ديالك وشكرا بزاف واخا سي يوسف خويا يوسف الله يعطيك الصحه وصافي مرحبا خويا الله يعطيك الصحه هنا كاين الارانب شحال قلتي لي هاد الفوندات 30 درهم ياك 30 30 25 هو الاخوان سي يوسف كيقول لكم 30 25 هاد الفوندات اللي بغاهم هذا خي يوسف ما شاء الله هادي في الابيض هادي واقيلا كتبان لي البينو هادي تبارك الله العب البينو شو العوينات ما شاء الله ما شاء الله مع انغورا هادي مخلطه تيدو اليوم مع هجين ديال انغورا وراس الاسد انغورا وراس الاسد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله وهادي شحال الثمن ديالها هادو خويا 300 هادي 300 درهم الجوجه ما شاء الله تبارك الله هادو صغارين ولا مازالين صغارين شويه هادو شحال دايرين هادو 250 درهم الجوجه وهادو 300 درهم الجوجه تبارك الله ما شاء الله واخا سي يوسف الرقم ديالك سي يوسف اخويا 06 45 77 53 92 الله يحفظك اخويا يوسف واخويا عبد القادر صباحكم مبروك الله يحفظكم خويا ادريس السلام عليكم هادي جوج د الراس هي بيضاء تكير هذاك اليوم تكر هو اللي من هنا وانت هو اللي من هنا شحال الثمن ديال هادو 300 درهم الاخوان جوج د الراس بيضاء عند الاخ دريس ب 300 درهم هي تبارك الله نقيه هادي فايته خادمه وفايته خادمه ب 300 درهم واخا خويا دير شدها كنشوف شنو الفرع عاوتاني كاين هاد البياسات هادو كاين ريسيسيف كاين ريسيسيف راه لتحت الاخوان اغات موزايك روج كاين اغات موزايك روج وتبارك الله النقا كي داير خويا دريس راه كيتهلا في الطويرات شحال الثمن ديال داك جوج ريسيسيف 300 درهم بحال بحال كلشي 300 درهم اعتبر الاخوان ريسيسيف 300 درهم والاغات موزايك جون حتى هما 300 درهم جون هذاك ولا روج روج موزايك روج الاخوان حتى هما 300 درهم الكوبل الكوبل ياك الكوبلات الاخوان شي حاجه اخرى اخويا دريس جبتي
كاين هاد النتوى الاخوان ديال الريد فاكتور ها هي 150 هادي النتوى ديال الريد فاكتور 150 درهم اللي كيقلب على شي نتوى في الرادية ديال الريد فاكتور ها هي الاخوان ديال العامل الاحمر ها هي الاخوان 150 درهم واخا خويا ادريس خويا ادريس عطيني الرقم ديالك كما العاده 06 14 61 25 الله يسخر اخويا اسماعيل صباح الخير صحتي مزيان مس عليك هاني شنو شفتي اخويا هنا بيروش هنا وقيلا عندك الاشكال والانواع ديال الريمبو ياك العادي كلاسيك ياك شحال الثمن ديالهم هادو 30 درهم هاتم الاخوان هنا راه 30 درهم اش بدي داك الريمبو عافاك راه اي واحد اي واحد الاخوان راه 30 درهم سبانكل ما عندكش ياك هاتم الاخوان ها هما 30 درهم شو تبارك الله كرون طاي واللون 30 درهم هاكا خويا اسماعيل وهادو حتى هما هادوك عاديهم السيد الله يسخر له هادو تما ديالك ديال الاخ واخا هادشي اللي جبت ياك وهادوك ماشي ديالك تباعو هادوك هادوك راه سبانكل ياك هادو عجبو العسل الاولى تبارك الله يسخر مولاهم خويا اسماعيل عطيني الرقم ديالك 06 21 83 70 63 الله يسخر اخويا درايم انتم الاخوان هل فواكه عند خويا اسماعيل هل فواكه هادو راه تباعو هادو راه باعهم حنا غنوريوكم غنوريكم تبارك الله هذا الجمال شو تبارك الله الاخوان شو ما شاء الله ما شاء الله والاخوان اللي بغى شي حاجه يتصل بخويا اسماعيل بخير هاني سعليك ها الاخوان واحد الاخ راه من مدينه صفرو حتى هو مرحبا به عندنا ومرحبا باي واحد جا من صفرو حتى هو راه جا عندنا لهنايا وراه خدا شي حاجه خدا شي حاجه ديال الطيور تبارك الله يتولى حتى هو هانتوما الاخوان راه خدا شي حاجه في البيروش الله يسخر لك اخويا الله يسخر لك ومرحبا بك الله يحفظك العزيز الله يبارك ضعيف عندك هذا الفرخ راه باغي يخرج منه يخرج له غير الله يسخر اخويا عبد الله الله يحفظك الله يسخر لك يبارك فيك شكرا صالح لي انا اصحاب الطازه كيحماق الا هذيك لا صباح اخويا عبد اللطيف صباح الخير صباح النور والسرور كي داير لاباس عليك بخير الله يكبر بيك يسهل عليك اخويا راه كيسولوا عليك حتى هما الله يسول عليهم الخير الله يحفظهم يسهل عليهم هاد البوحكناوي ديالك اخويا عبد اللطيف انا جوج ياك جوج كوره هنا جوج كوره هانتوما الاخوان هذا هو البوحكناوي هذاك ديال البلاد هذا هو البريون زيزي كيعيش في الغابات وفي مناطق كاين حتى في المناطق البارده حتى هو بعض المرات شحال الثمن ديالهم هادو 120 درهم الواحد بالقفوصه ياك ديالهم 120 درهم قدامين شويه ياك راه باينين قدام واخا خويا ديال اش هذا هذا شحال داير هذا 70 درهم كيان ها هي راه باين تبارك الله راه باين عين كبول 70 درهم ياك واخا خويا عبد اللطيف وهاد العصفور ديالك العصفور شحال داير شحال داير 80 درهم العصفور 80 درهم
واخا السي عبد اللطيف عطينا داك الرقم بقى كاين في المحل كلشي كاين. خويا راه بغا شي حاجه يتصل بيا يتصل بك وصال داكشي اللي كاين. عطينا خويا عطيف الرقم 06 80 38 70 وصلتي على خير وبخير 76 على صاحبنا اللي غادي نطلعوا نطلعوا في العلوات. شكون سي محمد سيدي سليمان؟ انت قلتي لي بن سليمان سحب لينا بن دباب. هذا في سيدي سليمان الغرب ياك؟ سي محمد سيدي سليمان احنا قلنا بن سليمان. اييه دابا نصفوا سي محمد سيدي سليمان كاس بالغلو. التحيه تحيه ودانيه عجب الوداني اي شي حاجه. الله يسخرك عبد اللطيف ان شاء الله سلامك غادي يكون. الله يحفظك سلامك غيتبلغ ان شاء الله. الله يحفظك سيدي عبد اللطيف وخويا محمد الله يحفظكم. سهل عليكم.